الآن الأجوميلاتين واحد من مضادات الاكتئاب اللي تستخدم في أوروبا. الأجوميلاتين بيشتغل على الميلاتونين 1 وميلاتونين 2 ريسبتورز، فهو فعليا يعتبر يعني بيعوض مشاكل الميلاتونين، تمام، مشاكل الميلاتونين الموجودة بالاكتئاب، فضلا عن آثاره الأخرى العلاجية، لأنه بيشتغل على السيروتونين 2 سي والسيروتونين 2 بي. حكينا عن الأثر العلاجي على السيروتونين 2 سي وإيش علاقته بالاكتئاب، لأنه سيروتونين 2 سي لما نعمل عليه بلوكج انتاجونيزم بيزيد النور إبنفرين والدوبامين بالبريفرونتال كورتكس، تمام، وراح نحكي عنه كمان شوي. فإذا الآثار العلاجية للأجوميلاتين متعلقة بال ميلاتونين 1 ام تي 1 ام تي 2 ريسبتورز، برضو اضافه للانتاجونيزم على ال 5 اتش تي 2 سي وال 5 اتش تي 2 بي 2 بي. طبعا فضلا ما في داعي ناكد على انه هو زي ما حكينا بيعوض الميلاتونين، فهو فعلا اجونست على ام تي 1 ام تي 2، فهو اجونست على ام تي 1 ام تي 2 في حين انتاجونست على ال 5 اتش تي 2 سي و 5 اتش تي 2 بي.